أهلا بكم من جديد. نحن وأنتم وظلال الأصيل وصلنا الآن إلى مساحتنا الأخيرة في ظلال الأصيل، وهي مساحة للقراءات الشعرية. أسعد فيها بأن أرحب بضيفي الحسن حاجيه للشاعر الشاب. حبابك عشرة. حبابك طم. مساء الخير عليك، مساء الخير على المشاهدين جميعا. أتمنى أن أكون خفيف الظل على المشاهدين وعليكم في الفرصة التي حد. مرحبا بك. خلينا في البداية كده قبل ما نخش محاورنا نهدي المشاهدين نص هدية كده افتتاحية. جدا. يلا. جيتكم تاني راجع بالجديد والحصري، في حفل الختام والنابة وضى النصري، خبرا ما مؤكد قالوا جابوك قصري، شوقك في قلوب خلق الله دايما بسري، عذابي في يوم رحيلك ودرت فارق الحلة، جرحت القلوب بشتنت ليه خلق الله، شحد المولى سواقك شحد المولى سواقك يضوق الزلة، ما دام دار يسوق الديمة باهية الطلة، دايرة تفوتي تتركي في حياتنا عذاب، ودارين يبعدوك يضربوا ليك حجاب، قال مسافرة من دون رجعة يا أحباب، وحات المولى نقطع في سبيل الرقاب، دايرة تهاجري تترك في حياتنا عجاج، ودايرة تفوتي تقلب لي نعيم نزعاج، أظنك دايرة تطفل فينا جوا سراج، سمح أخلاقة فاتت في علاها براج، سمحتم فيها أموهوب ظل غيرة، عالم غامة والأصعب يمين خط سيرة، ما هد لها لا عقدا تبار السيرة، قد لدى يمتمش تحلف تقول هي أميرة، ريد الفرهدت في القيف محازي النيل، زادت ليسها دي ولل علي بالحيل، في ذكراها كم عديت نجوم الليل، عشان لغياها غسما بمشي من اليوم ميل، رحلت وخلت البلد الوراها حزينة، خلت عيني بدماع سحب العينة، نار الشوق صلت نروي احتزاي دنينة، في وداع الله سلمتك أيادي أمينة، خالقنا طرعاك يوم رحلتي وفتي، لقلبي لي عنيد غسما يمين عذبتي، رحلتي ولي غناي وحروفي جت أربكت، عارفك في بعادك بتكون اشتكتي، شوقك لي ما محتاج أسير شان يوصل، قلبي مع قلبك أكسجين موصل، قلبك كل إحساس في جواه مفصل، نظرة عين قتلت رئيسنا حتى الغنصل، صفاتك سمحة من تبيتي يا الدغرية، ماك من البشر في الظن بقول حورية، مع أبوك في يوم قالوا بيت غجرية، سيرتك عطرة والسمح اللي فيك ما شوية، مهت رباية البيتزا وعصائر طازية، لجميل الخصال تلقاها دائما مازية، مهت رباية المدن البقت متمازية، لجميل الطباع تلقاها دائما حاجزة، ريد الجاهلة والياداب فقع نوارة، كمر السبعة زايد السبعة فيها نضارة، نظرة عينة زي الصاقعة تب بتارة، شوف عينيا يوم جات القمر بالضارة، عيون الظبية بش إلها من عينيك، جيتي وجبتي انت سعادة ذاتي مبسوط بيكي، يا ذات النغاب ويا ذا الدلال الفيك، طالبك بالحلال والله فشوفه وشيكي، سمحت الدنيا جت كبوها فيكي وحيدة، ومن دون البنات ياك ليقل يا بي طبيبة، الزول العجيبة وفي طباعة فريدة ما خمجانة، زول تنفايت حد الطيبة، شبه الصيدة تتقدل تتات اخطاها، جمال الدنيا في عينيها يا محلاها، في البنوت أميرة وتاني ما في سواها، ما سوت غلط في الدنيا يوم حاشاها، شفتها بالبنفسجي والنغاب مزيانة، يروي احتل عزيزة دواها جد بأمانة، دخلت قلبي جوا وما أخذ ليها حصانة، سمح أخلاق أضيف لها فوق تاني رزانة، سمح أخلاق أضيف لها فوق تاني رزانة. شكرا شكرا يا الحسن. قبل ما أخش في المحور الأول، أنت زول من نهر النيل. نهر النيل الدامر. أيوة. المفردات بتاعت الشعر بتجيبها من وين؟ مفردات الشعر معروفة، الدوبيتة والمربعات عنده مفردات معينة. أيوة. وأنا لاحظت قبل شوية مزيانة دي لغة موجودة في المغرب العربي. أيوة. اللي هي في تونس، في الجزائر، في ليبيا، في الشريط ده، بمعنى جميلة. أنا لاحظتها دخلت في الدوبيت، وهي أصلاً. أيوة. في العامية السودانية مو موجودة. ده بيقودنا لسؤال، المفردات بتاعت الدوبيت دي بتكتبها أنت، بتجيبها من وين؟ هل بتسمع عن ناس معينة؟ هل بتكون قريتها عن شعراء تانين؟ ولا هي جات من محض الصدفة؟ يعني كيف؟ في مفردات بتجي من البيئة المحيطة. في مفردات يعني هسه مثلا زي مزيانة دي الغافية بتضطرني اني اكتبها هنا، اقولها كده يعني مزيانة يعني زايدة جمال النغاب ده. بعض المفردات
بسمعها من الناس، بسأل عن معناها، حياتي بالشكل ده. طيب الحسن من 200 بتكتب شعر انت؟ بدايات شعر كده 2014-15. 2014-15 شنو المميز في قصائدك بتفتكر؟ والله ذات النغب. أقصد عموما يعني ما أميز قصيدة عندك، يعني عموما أنت شايف إنه قصائدك بتتميز عن قصائد الناس التانية بشنو؟ يعني بتتميز بأنه في مفردات بتكون جديدة، في مفردات بتكون قوية، يعني في مفردات بستمدها من بيئات تانية أو بلاد تانية أو ثقافات تانية، حاجات بالشكل ده. جميل، يعني أنت دخلت في الدوبيت مفردات ممكن تكون من مناطق تانية. أي. قاصد ولا حكمت عليك القافية؟ في بعض المفردات بكون قاصد إنه أدخلها، في مفردات الغافية بتحكمني إنه أخدتها في المكان اللي خدتها فيه. طيب جميل، الأنماط الشعرية اللي أنت بتكتب بها، بتكتب بيات نمط، هل فقط بتكتب مربعات ولا عندك أشكال تانية أنت كتبتها؟ ما عندي أشكال تانية، أغلب الشعري عبارة عن مرابيع. طيب نسمع نموذج تاني. تسمع نموذج تاني مشي لك الفخر. جميل نسمع. ما بنقطر بخير دنيا يا صاح زايل، شيالين حمول ما فينا راجل مايل، السيادة المجالس ماني فيها خمايل، طيب النية إلا وقت تحير بنسوي فيها عمايل، ما ذكرونا بيشين إلا قولا خير، ما بنريد نفسنا الحب يقول للغير، يوم حارتنا تتملي كل سمانا نسور، نحن طفلنا من ميلاد وباقي أمير، عشنا وشفنا في الدنيا وسمعنا كلام، ما فينا المرخرخ وما في زول لوام، نحن صغيرنا من قام للكرم قسام، ونحن كبيرنا لكل الأمور لزام، عايشين كالأسود في لحظة ما بننزل، ونحن صغيرنا يحترموه محل ما حل، ما بنركع لزول ركعتنا بس لي الله، والعامل الكبير قدامنا بيندل، العامل شفت بنبقي زي أخواته، البس طرحة في الجبنات مع جاراته، والكايس عدانا قريب تحين ساعاته، والعامل الضجيج بنضحكهم شماته، من ولدونا لابسين للمكارم تاج، الدر النفيس لابد مكانه الجاج، نحن طريقنا ما بيمشوه هالعراج، نحن اخلاقنا فاتت في علاها براج، لو داير خوتنا وعاد تفوت خسرنا، نحن وقت تجوط بيكون كير هو سفيرنا، ما بنسوي للشينا ونخون وعشيرنا، نحن عراغة راغين حتى في تعبيرنا، أهل الركزة أهل الهمة أهل سباد، أهل بركزوا للمايلة ورجال نايبات، أهل العزة أهل الصفوة أهل سغاد، أهل عزيمة أهل شهامة أهل تغاد، قل للدار يحاربنا ويقيس قوتنا، يمين مرين وصعبين عالية فوق همتنا، ولو ماك عارف أسأل عن اسم بلدتنا، يمين الضكرة هينا ومن قديم حقتنا، أهلنا عندهم جز الرقاب تب ساهل، عارفين للمحاص ما فينا زولا جاهل، قسم بالله في حد الله ما بنتساهل، لكتلك ونفتريبك وللحرك تستاهل، أهل جرارق اليوم اللي بدق نحاسه، وكالضابة اللي بيقول في يوم عديل تقاسه، وحاط اسم الله قص الرقبة شالين كاسه، نحن عراغة نحن للكرم مقياسه، ما بتهمنا الدنيا بنعيش حرين، فرسان الكلام عارفين علوم الدين، ما بنباري للسفاه طبيعنا رصين، وللدائرنا نحن كما النهار باينين، ما زلينا ليزول نحن من تبينا، ولناسا بسوى الفارغة ما بارينا، بالجود والكرامة عدونا بيشهد لنا، مما قمنا عالي مغامنا ما توطينا، شكرا يا الحسن حاج قيلي، نورتنا وشرفتنا في ظلال أصيل، كتر خيرك في المؤانسة اللطيفة دي وعلى كلماتك الجميلة وعلى أشعارك، تمنياتنا لك بدوام التوفيق. الله يكرمك، تشرفت بأن أحضر هنا، ربنا يوفقكم ويوفقنا جميعا، وإن شاء الله يكون بقزر كده خفيف الظل عليكم، ما طلت على المشاهدين وخفيف الظل على المشاهدين برضو. شكرا الحسن حاج قيلي ضيفنا الثالث في ظلال الأصيل، هذه الحلقة التي امتدت منذ 5:30 مساء، والتي تجولنا فيها برفقة ضيفنا الأول البروفيسور الفريق شرطة دكتور أحمد عوض الجمل، وحديث عن المخدرات وعوالمها من جوانب طبية وشرطية، كذلك ضيفنا الثاني الأستاذ وليد مدثر الشريف
رئيس قسم اللغويات بجامعة الخرطوم كلية الآداب، وعضو اللجنة المنظمة لمؤتمر لغات جبال النوبة في نسخته الرابعة. واختتمنا هذه المساحة بضيفنا الجميل الشاعر الشاب الحسن حاج جيلي وقراءات لشعر المربعات. غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد وفريق عمل جديد، ولكن قبيل ذلك إهداء إلى مخرج هذه الحلقة مهدي نوري طلب بعض الأبيات أقرأ من دفتر الشاعر أحمد شوقي. سلوا قلبي غدا سلا وثاب لعل له على الجمال عتابة، ويسأل في الجمال ذو صواب فهل ترك الجمال له صواب. وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلب الإجابة، ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي ثكل الشباب. تسرب في الدموع فقلت ولا، وصفق في الضلوع فقلت ثاب. ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب. وأحباب سقيت بهم سلافا وكان الوصل من قصر حبابا. في أمان الله.